يسجل هالشهر من توقعات على الصعيد المهني لبرج السرطان شهر أيلول سبتمبر 2023. يا عزيزي هالشهر بيسجل تراجع بحركة الكواكب بيأثر على سير الأمور العامة وبيكون فاعل جدا لتاريخ 16، بيرتب عليك الهدوء، تخفيف النمط وتقبل بعض الجمود في الأعمال بدون ما تكون الأمور سيئة. حتى كوكب جوبيتر بيتراجع مع كواكب أخرى بتوحي ببعض القلق شوي أو عدم القدرة على تخطي العوائق. حاول أنك تحافظ على مكتسباتك العملية والشخصية وترك الزمن يعالج الأوضاع وحده. فينوس بيرجع يمشي أماميا اعتبارا من تاريخ 4، بيجعل أوضاعك العائلية أفضل من السابق، فبتاخد قرارات مهمة أو بيكون التواصل مع بعض أفراد العائلة جيد جدا. بتحصل عزيزي السرطان على دعم مادي من أحد المقربين أو بتتوصل إلى شراكة مع أحد أفراد العائلة، هالشراكة تبدو واعدة بهالأثناء. لا شك أنه كوكب مارس ببرج الميزان بيعاكس أعمالك، نعم، أو يمكن يحد من طموحك، من إرادتك، من عزيمتك، بس الكواكب الأخرى داعمة لإلك، خاصة وأنه ميركور بالعذراء طوال الشهر بصورة استثنائية طبعا بضل بمحل واحد، بيحمل لك الأخبار الطيبة والصحة الجيدة والمشاريع القيمة. بتتابع شيء بلشته بالسابق وبيكون هالشهر مناسب لكل أنواع العلم والتعليم وكسب المعرفة والثقافة والدراسات والأبحاث والميادين الكتير، ميادين مثلا الترويج، الإعلان، البيع، الشراء، التجارة، العقارات. الأمر الجديد بيوم 15 بيشير لأرباح مالية آتية بين 15 أو قبل 15 وبعده. الاتصالات مع بعض المراجع مجدية جدا ومهمة. يمكن تفكر بعرض لك تلقيته بالشهر الماضي، لكن إذا شعرت أنه في حدا عم بيعاكس هالأمور ما تغضب وما توقف له بالمرصاد، لأنه كوكب مارس هو اللي عم بيعاكسك ويوضع العراقيل عليك، لازم تصبر شوي. كمان تراجع كوكب ميركور ولو كان بمحل جيد لتاريخ 16، لازم أنه تضلك منتبه لكل شيء عم بيصير حولك ومتيقظ قدام بعض المستجدات. راجع أوراقك، مستنداتك، ما تنسى شيء، ما تأجل لبكرة، انتبه من التباس بالكلام. إذا صرحت بشي كن واعي لكل كلمة عم بتقولها بهالشهر حتى ما تحمل أكثر من تفسير. مطلوب منك الوضوح والتسلح بوثائق وتسجيلات حتى لا يحرف كلامك. انتبه، انتبه لأي عقد عم بتوقعه، طلع بالتفاصيل، قري منيح، راجع أحد المحامين، أجل الحسم إذا شعرت أنه في شيء مش مطمنك أبدا. نعم، النص الأول من الشهر يمكن يعرضك لأخطاء والتباس وتشويش، والنص الثاني يمكن فيك خلاله تاخد المبادرة.